إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عصر روحه قبل أمي كتابك العربية بين يديك جزك اللباد حاشدة بقولي اللبية ضباطا فهم المسموع وحكال ليس هالكاسي هذا الكلام اللي جيستو اعتلت قدوبا إن لفهمه كتابك اللي يعني استمع واحد دقيسته إلى الحوار وذا الشكيس دقيسه، ثم ضع واحد صارت علامة الصواب علامة الصحدة، واحد صارت أو خطأ أو متخلطك هذا الكن هي عبارات مرتوا صار، ثم صحح الخطأ قف كان الصح الصواب صحح أنا لكن كقر واحد زينب وراضية أختار لبضاها بلضوا ولاه اثنين عبد الله الآن في مكة المكرمة عبد الله ما كان مكوت شوقة ثلاثة حفظ عبد الله القرآن عبد الله القرآن كو حفظه وهو شاب نسقر اللي يرى أربعة ستذهب راضية وحدها وحتجي سر راضية أنت لا كريدت لاستقبال عبد الله إنك هرتق طائمانية خمسة سيرجع عبد الله بالجوي عبد الله هو صن غندونا سوى حق هو ذا الصومر ديار الله صعدة من السعودية أبو كيمان دونا من السعودية أنت أصغرن وعدت جوابك ثلاثة حيث أمرك دقيقة ستاعة جلده تكلم هذا الإمام كان هو هذا تدريب واحد ليلسك الكوبات تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك وعزو إذا أرستان ويدين يور علين سؤال يجواب أذي صاحب كا ونشاط شقو ثنائي لبقي سود الله وقف سمين أيام ما الجائزة التي تعطيها كل واحد ما حيث هاي جائزة أتسين سمت كستا ومما يريدك صوت صعود جائزة أتسين سوام حي ولماذا محاضر سين سام ألم هو يذا وواحد ألم هو يذا اثنين ألاب وأبها ثلاثة ألخ ولالك أربعة ألخت ولاشا خمسة صديقك صاحبك ستة المدرس معلنك وعقولك جائزة أتسين سام حيهين هل كاكوكر وحاضر سياسية سبب تنشيك تدريب كاني وحويه والليلس كاللباد قم واحد سميسا مع الزملائك هذه وصاحبها لقبانيا بإعداد مسابقة إن الديارسان ترتن عن القرآن الكريم قرآنك لقو ترتميه دياريا وقاب كله قبان لها دياريا ونشاط الفريق واحد سمينيا كوحبا سمينيسا شقدم سلو دياريا حويه أجري قبو المسابقة واحد قبطة ترتن مع الزملائك هذه صاحبها عن واحد كم صورة في القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم واحد سؤال كوي ديسا تلك الترتمية قرآن كريم كاهي امسا صورة ضبك كوبية اثنين من نزل بالقرآن الكريم يا قرآن كسودتي وسؤال يدنا كدك ثلاثة هل انزل القرآن مرة واحدة من مركل يا قرآن كسودتي لماذا محايا لي اربعة ما اول آيات نزلت من القرآن الكريم آياته أهرية قرآن كم إذا هاي أسهر دقي كوابا هاي وسؤال كدق بولي خمسة ما آخر آية نزلت من القرآن الكريم آياته دنبيسي قرآن كأهيد إيسو دقتي آيات دابا هاي ستة كم آية في القرآن إمسا آيات بو قرآن كوابين هاي سبعة ما معنى مكي ومدني قرآن كواحد وقعي قرآن مكي يكم مدني يكم مدني محاي معنوه دكليين وقرآن كيف سودك مكاية كي مدينة يا سؤال لك ويدين يا قفك قم مع زملائك بإعداد أسئلة واحد كد ديارسة أدية صاحب بلا إن سؤال أود ديارسان واحد لمسابقة في سيرة النبوية ترتن كالقو ترتمي السيرة دي رسولك تاريخ نولودك رسولك صلى الله عليه وسلم عليه كد دياريا سؤال سيدنا وكلا بمسابقة في الحديث ترتن لقو قليو حديث النبي عليه الصلاة والسلام سؤال أود ياريا جي مسابقة في المعلومات العام عامة أقون تجود أيضا سؤال لقى سمينا يو وأنا مرتى أقون قارهين الجودهان
la soo qaadayo qaybo kala duwan taana waa ka diyaariya imka waa tahayee diyaarin weeyaan iyo diyaar garow fakar fil ijaabta ana salati taliya su'aalahan ka fiirso oo ka fikir su'aalahan waxa weeye waahid hal hasalta ala jaizatin min qabl ma wali ma heshay bari hore miyaad wali heshay jaizad adigu fi ay majalin hadaa heshay dhinaca aad ka heshay muxuu ahaa qaybtaad ku qaadatay jaizada yaani aqoonta iyo tartanka kala duwan اثنين ما اسم الجوائز التي تقدمها بلادك وما هي مقعيدة اي ليهين جايسدها الدلقاء بحيو جايسدها مقعيدة الله بحيو ثلاثة ما المجالات وما هي ميالها التي تقدم فيها الجوائز فيها هذه الجوائز جايسدها اسيكتا مقعودة ميالها لغو بحيو وما هي قارترتك قرآنك لغو بحيو قارترتك حديثها لغو بحيو قارترتك عيارها لغو بحيو qaar tartanka yani xisaabaad kale mid waxba lagu bixiya kala wada duwan ta lagu bixiya waa maxay meelaha lagu bixiyo arbaa udkur asmaa baad aladin waxa sheegtaa magacyada dadka qaar xasalu helay oo ku guuleystay ala jawaaysa jaaysada la siiyay fi biladika wadanka agara hebel iyo hebel iyo hebel ba jaaysada helay leh imi kala waa anwaacul jawaais qaybaha ay jaaysaduhu u qaybsamaan yani tamnahu waxay bixisaa kasirun in badan oo meel duulay dawladaha kamid ah jawaaisada jaaysadii abaalgud iyo abaalmarin kafiiratan farabadan waxay seen lil mubdiciin dadka hal abuur kale ee wax cusub soo kordhiya adduunyada ayaa la siiyaa waa dadka fahmay horumarku qiimaha uu leeyahay qof kasta oo wax cusub keena waxa la siiyaa abaalgud weyn dadka yacni mutaakhiriinta ahina qofka wax cusub keena ayay la dagaalamaan oo ay dib u dhac iyo u sababaan inuu guuldareysto in la xirabo waa laga yaabaa wal hadafu ujeedada laga leeyahay min tilka aljawaais ee abaalmarinaha waxaa looga jeedaa khidmatul culuum in cilmiga kala duwan loogu adeego iyo wal aadaab aadaabta waa aqoonta yacni luqadaha iyo suugaanta waxay la midka in loogu adeego iyo waqeyriha waxyaaba kale la doonaya oo marka qofku wax horumar sameeya abaalgud la sameeyo loo sameeyo aqoontii baa marka ayaa loo adeegay wahiya haddaba وهي إيده واجهيسدها تمنح وحلا سيا للأشخاص ضدك المبدعين يعني هالأبور لي ماذا في تلك المجالات ما يري لنعيدا أن شيء إنه إيه مثلا ما شاء أي كهول قلنا أقانط قيبه إذا كل دول وحصب كسو كردية أي جزاء جائزة رسيا وتكون الجائزة الجائزة وحي نقطة في الغالب أنت بدن بدن أبا مكافأة أبا المرن مالية هنتيئة hanti qofka yaani uu ku qabsado hawlihiisa horumarka wadana ka caawisa ayaa la siiyaa oo taqtarifu ay kala duwan tahay qiimtuha qiimaha ay leegtay inta leegtay way kala duwan tahay min baladin ila baladin wadan iyo wadan wadamada qaar waxay bixiyaan wax yar qaar wax badan bay bixiyaan waase kulba dhaqaalahoodu yahay faqad tabluq waxay gaari kartaa miata dollarad fi baad bilad wadamada qaar ba dhowr boqol oo dollar siiya muxuu ahaa qofka jaaisada la siinayo waqad tasil waxba gaari kartaa wadamada qaarkood ilaa milyan dollar fi bilaadin ukhra wadamada qaarkoodna hal milyan oo dollar ayaa qofka la siiyaa oo dhaqaalaha wadanka ayay ku xiran tahay iyo horumarka wadanka iyo sida uu qiimeynayo cilmiga iyo wanaaga oo qaar baa boqolaal dhowr boqol oo dollar siiya qaarna hal milyan oo dollar bay siin karaan waqad yasxabu waxaa la socda المكافأة المالية وهلا صعدة درع با لا صعدة يعني درع با ضدك قار بو قدرة او حقا مارت اي كتاي وحق قيمة او شهادة اما شهادة هي مال كي با لا سو قدرة شهادة لو سينيو اقونتا او سو كردي او غير ذلك وحيابا كلو اسكا وحلا قيمية او ما العاق هين لكن قيمة له اي ايضا لو قدرة تنقسم وحي هذا وو كلا بحضا الجوائز جايسدوه الى قسمين لبا او قيسمان ابالمرين تلبحيا labo qaysamaan jawaaiza maxalliyatin abaalmarin ku kooban dalka gudhiisa oo maxalli ah wa jawaaiza caalamiya iyo jaaisada dunweynaha oo dhanba yaani loo qaybiyo oo macnaheedu yahay dal gaar ah kuma koobna dadka la seenaya ee dunweynaha oo dhanba la eega oo cidii la leeyahay waxay qabteen wax la yaab leh ayaa la siiyaa midna waa dalka gudhiisa uun midna waa dunyada oo dhan oo maartay la siiyo oo waxa bixiyay hay'ado tusaale ahaan dadana waxa eegayaan inta adduunyada ama ikhtiraac ama abuur ku soo kordhisay magac keentay ama fac keentay
kuwaasay u qaybiyaan iyagoo dalal kala duwana ta caalami baa la yiraahdaa ta maxalligii waxa weeye dawladdu markay bixiso ama hay'addu ma bixiso dalkan gudihiisa oo kaliya ama dalka ay degan yihiin ee dalkooda oo qura markay wax siinayaan wal jaa'izatu al-mahalliyatu jawaa'izu al-mahalliyatu abaal gudka abaal gudiyada ee gudaha dalka gudihiisa ku koobanay hay'addu allati waata wa abaal gudada tamnaxu ha ay siiso adawladu dawladu laabnaayha dadkeeda dawladda bixisa laakiin dadka muwaadiniinta ah ee dalkeeda u dhashay unbay siisa alladina kuwaasoo yakhdumuna u shaqeeya alcilma cilmiga iyo waqaafata aqoonta ka shaqeeya fii baladihim dalkooda bal u fiirso abaalgudka inta badan la bixiyaa wuxuu ku salaysan yahay aqoonta iyo horumarka oo uu sabab yahay cilmigu cilmiga yacni inta badan wax lagu bixiyaa oo waxa lagu horumari karo waddankuna wax ku noqdo ummaduna ay meel ku gaari karto wa min daalika waxaa ka mid a taa u fiirso jawaa'isooyinka maxalka ama maxalliga waddanka ku kooban jawaa'isu dawlati jaa'isooyinka dawladdu ay bixiso ataqdiiriyatu ee qiimaynta qofka iyo mudnaanta la siinayo qofka ee lagu dhiirigelinayo oo qiimaha qofka ayaa kor loogu qaadaa wa jawaa'isu dawlati tashjiiciyati waxaa ka mid a mid aha jaa'isadaha dawladdu ay bixisay dhiirigelinta ah midna waa qiimayntii qofka la weyneeyo midna waa qofkii la dhiirigeliyo wa tumnaxu waxaa la siiyaa haadihi jawaa'isu abaalgudiyadan fii kahiirin in fara badan ayaa la bixiyaa oo laga bixiyaa oo min albilaadi alcarabiya waxaa laga bixiyaa dalal badan oo dalalka carabeeda baa jaa'isadan kaa bixiya ama tashjiiciga ama taqdiiriga kula sanatin sanad walba wa tukawanu waxaa la sameeyaa lijaanun gudiyaa la sameeya gudiyo jaa'isadahan bixiya oo maxay loo doortaa gudiyada liikhtiyaari aladiina inay soo xulaan dadka yumnaxuuna la siinayo tilkal jawaa'is jaa'isadaha gudiyaa la yidhaahdaa yacnii soo xula dadka waddanka gudihiisa u dhashay ee waxtar iyo horumar keenay ama hal abuur keenay ee sanadkan mutaystay jaa'isad in la siiyo dabeedna tirada la doonayo ayay ka soo xulaan dadka ugu sarreeya ee dalka ku nool ama aljawaa'izu alcaalamiyatu haddaba jaa'isadooyinka iyo abaalmarinta caalamiga ee adduunweynaha oo dhan u furan adduunka oo dhan baa u furantaa fa tamnaxuhaa waxaa bixiya dawlado ma bixiyaan taa hay-aatun hay-adaa bixiya iyo ururo caalamiyatun oo adduunka oo dhan u furan oo aan dal gaar ku gaar ahayn lilashkhaasi waxay siiyaan dadka alladiina iyo dadka yakhdimuuna u shaqeeya alinsaaniyata bini aadannimada iyo bini aadanka dadka wax ku tara xataa diin uma eegaan dalma uma eegaan fii jamiici anhaa alcaalam ee adduunyada hareeraheeda oo dhan iyo dacalada iyo daafaha dunyada oo dhan ku nool ayay siiyaan jaa'isadaa fii majaalaati alcuruub ee ka shaqeeya maxay iyaga laftoodu xagga aqoonta waalaadaab xagga suugaanta iyo cilmiyada halmaala iyo wakayrihaa waxyaabo kaleba iyo xagga nabadgelyada iyo waxyaabaha caynkaasa dadka shaqeeya wa min aljawaa'izi waxaa ka mid a jaa'isadaha alcaalamiyati ee adduunweynaha oo dhan u furan almashhuurati ee caanbaxday la wada yaqaan waxaa ka mid a jawaa'izu lmalik faysal jaa'isadaha uu bixiyo yacni lagugu magac daray malik faysal oo boqorkii sacuudiga ahaa alcaalamiyatu ee adduunweynaha oo dhan ka dhaxaysa ee aan dal gaar iyo dad gaara ku koobnayn alatii taasoo waa jawaa'is taasoo tamnaxuhaa waxaa bixisa mu'asasatu lmalik faysal waxaa bixisa yacni mu'asasatu lmalik faysal alkhayr jimciyadda ama ururka la yidhaahdo malik faysal ee alkhayriya samafalka ka shaqaysa waa yacni ururka boqor faysal ee samafalka oo halkay ku taalaa bilmamlakati alcarabiyati sacuudiyat boqortiyada sacuudiga ay ka dhisan tahay yacni jimciyaddaasi ama ururkaas wa hunaaka halkaa waxa iyaduna jirta adduunyada waxaa ka jirta jawaa'isu noobel alcaalamiya midaa noobel ayaa jirta adduunweynaha iyaduna wax u qaybisa watukawinu waxay samaysaa kullu mu'asasatin urur kasta aw hay-atin ama hay-ad kasta lijaanin gudiyay sii samaysaa hay-addaasi wa tadacu waxay u dhigtaa shuruuddan bay u dhigtaa oo qortaa shuruud limanxi jawaa'isiha jaa'isadaheeda cidda qaadanaysa cidda shuruudda caynkaa iyo caynkaasa ka soo baxda ayaan ugu talagalay inay jaa'isadaha qaataan ayay qoraan isticaab tanna waxa weeye waa macnihii oo la fahmo weeyey tadriib waaxid ba calaamata sawaab calaamada saxda dhig oo calaamata khada ama calaamada khada waxaa saartaa fi lmurabbici afargeysal halkaa ku qoran ee maran
أما صح أما خلطار ثم صحح الخطأ وحي خلط أضغو صح الصواب حتى نوحي صح هالكا كقر واحد الهدف وتشدد اللي قال لي هاي من الجوائز أبار مرنتني وخدمة العلوم والآداب إن لوغو أديغا أقونتا كلا دوان تاسوا صح وسي لوغو أديغا قفك مركا مال إيا ماموس إيا مقع لسيو وحو كل يرهن إياه وحي أقبتي وسي هرمرني تذكر أو بدن أو آن عرين تاقل غروكو برارو سيوي كو برارو غيان سي أي درجة دا مقع إيا ماموس إيا مال كبالي وقاران دلنا والله ترتمي علمي يا قونتي مركا لوغو بحيادا قالي إيا مارتي مقع إيا ماموس اثنين تمنح الجوائز وحلا سيا أبا القديدة للمبدعين كوها الأبور كان في الدراسة حق وحبرشادة إيو والرياضة حق عيارها تازو حوية لنصيح ما إيو ويكوشرا لكن انتاصون كما كوبنا ثلاثة الجوائز العالمية أبا المرينتا عالمي أهي جوائز وحوية جايسدو تمنحها أيس بحسو الدولة الدولة كستا لأبنائها الددكيدة تازوها خلط تعالمي هيئات عالمية بابحية أربعة تمنحوها لسيا جوائز الدولة جوائز أي بحسن الدولة في كل البلاد العربية تلالك عرضيات أردن بالغة بحية تازوها وحوية إينا وغلطو وحوية كثير من البلاد العربية إن بضن بابحسن عدو لبين بحسن دولة كسو دولة عربية يعني خاصة معها واحد بحيه إن بدنا كمدا خمسة مؤسسة الملك فيصل الخيرية تمنح واحد بحيسه يدو جوائز عالمية بحيسه يدو واضح ومن العالمية بحيسه الدنيا عالم حلوة كذا تلقوا مؤسسة الدنيا لها عدة أقرطو أي سيام تدريب اثنين أما تدريب ثاني أجيب اختصار عما يلي واحد صوص عندك الجواب سكوبا واحد ما قيمة الجوائز المالية في الغالب وما هي قيمها أي مارته لا ده هي مالك لو بحياة انت بضن ويكلا دوان تهي قربة تقبت تاك تيبه رقم ده قربة انت هيري كرتيت هيري كرتي بحزة اثنين ماذا يقدم مع المكافأة المالية حوالها محال الرعية بحال الرعية الشهادة اما شيك راقي مليه وبالله وقال الرعية ثلاثة من يمنح الجوائز المحلية يا بحياة كو ودك قديسة دولة ده انت بضن بحزة اربعة من يمنح الجوائز العالمية يا بحياة هيئات عالمية بحيادنا هيئات بحيئة أرع عالمية أيا بحيئة خمسة من يختار الذين تمنحوا لهم الجوائز كو الجوائز تلصين أيو يا صاحرة لجان با صاحرة قديو وهذه هيئات أيو أرهد عالمين قدي بأو صاران دولدنا قدي بأو صارتا كسو طلب بحيسة وصوح شدتك متيستي سنة كاين لسي جوائز مفردات إما كانوا أريو تدريب واحد هاتي لكالي جمع الكلمات الآتية كلمة لها صوص عضا جمعوا ذا لكالي من النس نسك كسو صار نسك هو كجيران هذلك نسك هو هذلك هورى قرنا واستعملها هو ادغسو في جمل جملوين خلقا قدر من انشائك ادواد عرسي وعقبه واحد شرط مرك لا يلاهدو يعني جمعي سكان هو شروط اثنين ادب وادب يعني جمع هذا كان هو اداب ثلاثه دوله جمع هذا كان هو دول اربعه هيئه جمع هذا كان هو هيئات خمسه شخص وهي مفردة أشخاص بلقونية ستة لجنة وقدي وحلقوا تعمل اللجان ساسي أكيم بولي تدريب دلدني شملتكو دربو كل مركة تدريب تاني والله إليس كاللابات إملا بوحي الفراغة ماشا برنام بالكلمة المناسبة كلمة دكوها بونكو بوحي من الصندوق صندوقا كسوقات وماشا هرودة إياريادو كقريهين وحوية واحد الدولة العلماء جوائز كثيرة بها لك قرية تبا دوحة كبه حين يسا أريا صوقة يسا وحوية تمنح وحي سيسا الدولة العلماء علماء دي أقوانيها كدينيد جوائز كثيرة بها سيسا جائزة ضفر أبدا هل تنوحة كقرية اثنين المراحل التعليمية إلى أربعة أقسام وحضر لنك صوصة ريسا تنقسم وحي أكرا بحضا المراحل التعليمية حلية إيه هيرك أقوان تيوح برشده إلى أربعة أقسام يعني دوكسي هوس يسر أي تام عادي ويعني الابتدائية إيوه المتوسط إيوه الثانوية إيوه الجامعة أفرت أصلا غيبيا أنت بضم ثلاثة مدير الشركة شروطا للعمال أيرجع كوكورن وحصل سيضع وحوق دقي مدير الشركة
شركه مامله هيدو هي قدوميه هيدو شروطا شروط بوخره للعمال شغالها اي شركته قادنسه او شقينيا المواطن بلاده اربعه وحا قرن المواطن بلاده حق هرو كبنايه وقت يخدم و شقيا المواطن انك دلك او دسي مار دلكيسه جعلي بلاده ودنكيسه شقيا خمسه ما هي نقرن عدد الطلاب 500 طالب بالغ انه قرن بلغه و هي غارين عدد الطلاب ارده تردودو 500 طالب شن بقول ارده اي غارين جمع المذكر السالم امغا محالكني وملاحظه نحويه ويعني افرسي اما وا ملعسي الديمو اينو كغه هادلينو او حق نحوده كوسابسن جمع المذكر السالم امغا عن قال ان جمع المذكر السالم او ارنتا نحويه اه اينو كوسو قادنينو جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم وا جمع لب وا ودر لب او بدباده او مفرد كيدي نبض غلي هو جمع وا ودر اما يعني وا كوخ صدح بقى أغير للعاقلين يعني كوا عقل بقى الله استعباله واحد قرنية بزيادة واو ونون واو ينون بقى الله قدرة في حالة الرفع مفرد كي بقى الله قدرة واو ينون كل قدرية هاي وياء ونون ياء ينون بقى الله قدرة في حالة هاي النسبة لجرة لبدا قار كردوك ايه هستوانا مفرد كي واحد الله قدرة ياء ينون محالك ايه من كو قري وحو المفرد زائد واو ونون اما زائد ياء النون يساوي جمع مذكر سالم مفرد لغو دري و ينون امي ينون وحو ادغما جمع مذكر سالم اي ادغما ادرس برو والله افرسو الف ي ب لبدا قيبود صلى في المسجد مساجد وحا كتكدي مسلمون ومسلمين كثيرون فربدان با كتكدي مركا مسلمون وجمع مذكر سالم كثيرون وجمع مذكر سالم اثنين لماذا تاخر المسلمون مسلمين حيدب وغو دعين ادب ودعو ugu yimid xagga yaani waxbarashada iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga maareeyta siyaasada iyo xagga maareeyta dhanka saba fi hada al-asr waqtiga imka la joogo al-muslimuna waajamu dhukur salaam iyaduna talaata yaltahiqu waxa galay fil madarisi madarisa waxa galay tulaabun arday qaliilo yarba sanadkan madarista kashay midran oo aan in yarba dadka yaani madarista kashay qaliilo waajamu dhukur salaam iyaduna ba waahid qabaltu waxaan la kulmay المدرسين معلمين تبان في المكتبة كل قلمي واتاي المدرسين واجمع مذكر سالم لكن وحوي ومنصوب كاهرين صومر كاهرين مرفوع بها هاي اثنين منحته منحته وحي سيسي المؤسسة المؤسسة مؤسسة دي اما ارك وحسي الفائزين كوي قوليستي جوائز قيمة جائزة قيمة بضن اي قيبيين مركا الفائزين واجمع مذكر سالم ومنصوبة رأيته وحن أركي المصلين كوي تكني بها في المسجد كوي أركي المصلين وجعل من ذكر السالم ومنصوبة ومفعولة جيم واحد هناك جوائز هل كواحد شريك عيسوين أما أبا المرينو كثيرة تنبضا أولا سيال للمبتعين كوي هل أبور لي ماذا للمبتعين وجعل من ذكر السالم ومجرورة والله مكوص دبي اثنين الشركة تحتاج شركة واحد أبا هانتهاي إلى عشرة مهندسين واحد أبا هانتهاي طبعا انجنير مهندسين واجمع مذكر سالم او مجرورة او مدافليه تدري والله حول واحد كدغتا او درغتا الاسم مغا الذي مغا تحته خط كو حريق كو قرن يحي الى جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ورق وغير بدل ما يلزم وحا واجب ان لا بدله كما في المثلثات صارهن الجمله في التحويل الجمله بعد التحويل جملته عرج الجمله قبل التحويل جملته سي او قرنت هي ان كان جمع مذكر سالم لا دغين يا الجمله بعد التحويل جملته سي او قرميسو مركا جمع مذكر سالم لو ربو المسافر نينكي سوتد هبا قادم يمد مركا مخو قدغي المسافرون قادمون نينكي سوتد ها وي يمادين اثنين صلى المسلم و هو مسلم كي توكدي صلاه العيد بو توكدي حق ما حق قورتا صلى المسلمون واحد توكدين صلاه العيد بو توكدين حق ما حق قور و حبو وحان جعل هي المهندسه المخلصه ninka injineerka taacadi amalkiisa uu taacadaan jecelahay halka waxa uu qoraysa marka bedelayso wuxuu almuhandisiina almukhlisiin ayaan jecelahay yadoo naysa marka muhandisiinta injineerada taacada arbaa kitabul muallimi jadidu kitabku muallimku uu cusub yahay marka jamaca ka dhigto waxa uu naysa kitabul muallimiina jadidu uu cusub yahay arbaa khamsa almuallimu nashid muallimku firfircoon yahay hadana naysa almuallimuna nashidun muallimintu way firfircoon yihiin badanaysa ستة أصبح المريض سليما وهو نقضي قف في بكي ماذا عافي ما أتقبوا بكسدي
وحلونا مركا أصبح المريضون سليمين واحد نقدين كوي حنوسني قارع عثمان قبل المرضان ولا رنكرة أصبح المرضاء سليمين بين نقدين كوي حنوسوي ويبكسلين رأيت وانك المدرسة في الفصل ما نقول كلا كقرن رأيت المدرسين في الفصل ما نقول كمعلمينتي إن الجالسة معلم كفر يا كيف دي ومعلم فهلون كلام مركا إن الجالسين معلمون كوف دي ومعلمين فرحت بالفائز وحن كفر حي كي قوليستي هلون كلام مركا فرحت بالفائزين وحن كفر حي كي قوليستي عشرة تمنح الجوائز للمبدع وحلسي جائزة لها وفق هالأبور لي مادة هلون كلام مركا تمنح الجوائز للمبدعين وحلسي كو هالأبور لي مادة قاروي قدني قاروي كردمي قاروي هزوي وإحدى عشر أرجوها رجينيا أن يعود المسافر إنه صار نقدر نكى سفري سالم لسوا نبض قبة وحلونا مركا أرجو أن يعود المسافرون سالمين وحن رجينيا إنه صار نقدر نكويس عطلة أها يقون نبض قبة وبض قبة اثنا عشر أمس الطالب مريضا وحن نقدري نكى حنوسني مد أرضي وحن نقدر مد بكا حلونا مركا أمس الطلاب مريضين وحن نقدين يعني أرضي قار حنوسني اختيار الطالب المثالي فقنا حوي وين حلاشة الله حلنا يا أرضي تصالحها يا أرضي دارهم تصالحها هو حق وناج مدير المدرسة مامليه مدرسة وحيري نجتمع وان شرينا اليوم ما أنت وحن أشرينا لاختيار الطالب المثالي إن نصاحه لأنه أرضي تصالحه أسكول كأجو أجو وناجسن أرضي ده مرغزات بدنا اللي سؤال بويدوح لما صفات الطالب ومحيط المامه لأرضك المثالي أرضية تصاره حق وناقة في رأيكم تلدين أرثين محايد لطاي بل كالتالية مدرس الدين معلن كي حق علوم الدين تدليق إيبا إيدي يا دراسات الإسلامية ديك يحويري أن يحافظ على سلاتي وأن نكون خلاننا أرض أرضك وأن سلاطة إلاليه وأن يكون حسن الأخلاق وأن أخلاق دي سنوان سنتهي مرغزين نون نقون كرا أرضي مد مارس تصالح ونقوم كرا أرضينا وهرمود ونقوم كرا وناك مدرس العلوم كي سينس كريقي باحولي أن يهتم وأنه كده دالا بالنظافة أرضي وأن نظافة كده دالا ومظهر يموقال كيسا أو مقال قروح بطن يشا نظافة يموقال وناكسين وأنه نقضى وأن يكون محبوبا وأنه نقضى مد أجعليهين لدى زملاء ساحبديس أجعليهين أرضيه أجعليهين ومدرسيه معلمين في سباق مدرس الرياضيات معلم كي دقي حساب تأيا إسنيري أن يحصل وأنه هلا على امتياز درجة سر وأنه كصابحه في الاختبارات الامتحان هذا أرده وصل رئيس امتحان وأنه نقض أرده جاس مدرس اللغة العربية معلم كي اللغة العربية وحوري أن يشارك في المسابقات وأنه كقريب قاعد ترتمى الثقافية أقانت لغة ترتمى أقانت قصر رئيسا وأنه أرده في الفرعوني هاي أو ترتمى الجله أرتك تصارح نقوم كريا مدرس الرياضة معلنك عيارها أي يسوكنا يري أن يشارك في الأنشطة وأنه كقيم قرار يعني في الأنشطة شقوينك الرياضية حقا نوعها عيارها أيضا كبدا عقدة إيو حيابها إيو أرضادة إيو أرتك كقيم قرار دوانويا مدير المدرسة وحو يري حطبا مركي انت أرتك أفرتها معلن ثلاثة بحيان وحو يري والآن إمك يختار ودورنا يا كل واحد منكم يدك إذا كم إذا معلمين تيجونه ثلاثة طلاب صدح أرضها صقر أو سكول كم إذا معلم كسته ويكتب أسماءهم مقعودونها كقر في البطاقة كاركها كقر كاركاير من وروبا صدح معه صدح أرضي مقعودة قر وأضو أضو أركته أرضي أوفي عن اتصالهم لون كره أرضي إنا يهين صدح من وربها قر المدير معلمه المدير مع المامله يجمع ويمخوف أورنيا البطاقات كارك أكو سو قرين معلمين تو أي من المدرسين كقاضية أو مدول بس تحبوا قري لأنه أورنيا كارك يرى ورقها أكو قرين وح أورنيا مامله سلوقة ده دورته أرض قرى للدنيا وحوي أفر معلم ومن صدح قرية لبيه طبعا أي سو قريان هدو مديرك قرنا شان توماي نقرنيان دبيادنا ميد با لغلا بخيا مدير المدرسه تي و خويلي دبيادنا
معلنكي مدرسة دا يري عن كذا معموله مدرسة دا أي يري هناك اسم هل كان واحد كشرة ولا كان صقرتين ما جعل كشرة مشترك أي وذاجان في جمع البطاقات وراقها صقرتين ونن ما جع كود كشرة كشرة يعني أرض أدمان في وذا قرتين أن النبي أنو كتير معلمين أي جربوا أو كوا كلوا لو كل الدنيا لكن أرض أذا قرتين أو معلم ولا بكو صدر سيسد حلا أي كشرة أحمد علام وانك ليلى هو طالب المثالي وأرضك تصارح أبو أرضك أرضك أسي وأرضك تصارح نقول وايو معلم ولا بو صوب ركا مدرس الرياضة وحوي المعلم كي لقي معلم كي عيارة أي يدي سنعلن وانقول واقدونا النتيجة توحى كصوب حي دورشنا إنه دورني للطلاب أرضي نوشي قدونا في الأسبوع القادم ويجي الصوص على إن شاء الله هذا ليلى يقوي دورتنا أرضي وأحمد علام بالايلا يبدو حيلا وحيلين وحين أرده وشيك دون أويك صوصو ودول المدرسة وحيلين الجائزة الجائزين وبحين أنا وحوي كتب وكتب ينسينا أرده وحقيبة شتطنا وينسينا ومبلغ من المال قدر هنتي ما رأى قدر مبلغ قياس هنتي أول مقعونينا وانسين دوننا وسوف يكون وحان دون هناك هل كان كوب بحين أنه الجائزة اللي كوب بحين حفل كبير حفل دوين بينه ديكي دوننا أو يحضرها أي مادنا كسواق قريب قلنا آباء الطلاب آبياشة أرتدى إيمان دونا والدين تيا بس أرتدى آبياشي أيها كسواق قريب قلنا دونا تبعنا كسالو قدوسين دونا أرتدى كان جوائز تاسي أما أرتدى لسين يا كلا استيعاب وين لفهمه يعني وحي أن سوقرنا أن كسو هذا لي تدريب واحد أما ليلس كوبات ضع علامة صواب علامة صحقر أو خطأ أما علامة خلط كوقر في المربع فرجس له هلك هذا الكوهر صورا ثم صح الخطأ خطأ يقفك دبنا نصح هذا قيب قالت قالت هذا صح الصواب به هو صح حقا قوة ذكر كله واحد سيحضر على أباه ويمن دونان يعني أبياشو الحفل حفلة غدا بره منيا تزوا قالت أبوه نيري ويك دم بعض أقوله واقعية دبنا بره من قنصه اثنين اجتمع ستة مدرسين في مع المدير وحلا شري لح معلن أيام معمول هلا شري ثلاثين وقلا أفر معلن بها هاي وأفر معلن أيها هاي ومدرس الديني مدرس العلوم يمدرس الرياضة يمدرس الرياضات رياضيات كحسابات يكعيارة أفر ثلاثين كلا هاي ثلاثة تكلم مدرس تكلم مدرس الرياضيات وها هذلي معلن كي حساباتك مرة واحدة مر قلوا مر كي شركة يسقوا هذلي وصح ثلاثين مربو هذلي أربعة تكلم المدير أربع مرات مامورهم أفر قرب هذا يسقون واسحة أفر قرب أو قرن خمسة اختار كل مدرس طالبا واحدا مدول بها الأرتيب وصاحه له معلمين تا تاسوا خلاص مدول بس تحبوه صاحه له تدريب ثاني ليس كلامات أجب اختصار عما يلي سكوبا وجدت وابحا صوص هذا وامحي واحد ما صفات الطالب المثالي وامحي تلمامه أوليه أرتيج هرمود كأ أما تصاره أرتيج حاجة وناجة في رأي مدرس الدين سيدو قبو معلنك الدين تدقى سيقول حوالي أن يحافظ الصلاة على ثلاثي وأن يكون حسن الأخلاق لابو وأن لقيه له صلاة دولة لي أخلاق ونايسن تاسوي سيقول سوى تشيدي اثنين ما صفات الطالب المثالي ومحيط المامه أوليه هاي أردك تصارها نغنكرا أردك هرموت كوية لغوطة ينكرو في رأي مدرس الرياضيات سيدو قبو أردك مع حساب تدقى معلنك حساب تدقى ويقول معلنك حساب تدقى أن يحصل على امتياز في الاختبارات وأن درجة سرة كباسة امتحانة دبو يسوني ما صفات الطالب المثالي في رأيك أضغو يعني محاط قبطة سيكولتها أيوة دبين سؤال سؤال دنوي دي قف الودة وأن مركا يسوه رأيك سبحيه أربعة ما الاسم المشترك ومحي مقعي لوداق يكوى ذقرنا في جميع البطاقات معلم ولو سوقر مقعي سمحوها أحمد علام بوها خمسة متى ستعلن النتيجة قرما النتيجة كصوب حدا شركة معلمين تيا مامولكا لقوله واقدونا وفي الأسبوع القادم ويجي صوص عضا مفردات هل كنوا إريه تدريب واحد أما تدريب تدريب الأول لا يلزق كوباد سيل بين الكلمتين اللتين التأتيان معا لبدا كلمدود أول الصعودة اسبوع لمان حريق يسوي حد إلا بدا قيبوتك كل جرة واستعملهم على لبدا بوا ديكسي يقول صوك أنتي في جملة من إنشائك شملة أضغو أضع عرسه طبعا أدناء استعمال
حسن ba halka ku qoran waxa lagu dari doonaa al akhlaaq halkaas lagu daraya akhlaaqda yaani wanaagsan halka al anshita ba ku qoran yaani shaqooyin marka ma halonaya al anshitatu ar riyadiyya waxaana dhaqdhaqaaqa xagga ciyaar riyadiyatu ee xagga ciyaaraha ama shaqooyinka xagga ciyaaraha al taaliba halka ku qoran al mathaliyya ba lagu daraya المعلومات بهالك القرآن الثقافية أقونت حقة يعني معلومات حقة أقونت لحريرة الجوائز بهالك القرآن التشجيعية بهالك طريقة أبا المرنة حقة دي في كلين تأه المسابقات أيها هالك القرآن إيه وهالك القرآن مركا المعلومات الثقافية بينهن هالك المعلومات الثقافية مركا المسابقات المسابقات الرياضية الرياضية waxa marka la oranayaa tartamada muxuu ahaa tartamada xagga riyaadiyaadka oo lagu tartamayo ciyaaraha oo xusn al akhlaaq balkaan la xireenay al anshitatu xusn al akhlaaq ee noo qoran waa marka ay noo qoran al anshitatu الأنشطة الرياضية مركها إن لا إله ذو وما أرث عيارها أي حق على حريدة الطالب المثالي من تانو جيني المعلومات الثقافية بينهن لي راح نقول إذا المسابقات العامة المسابقات الثقافية يا المعلومات العامة وين المسابقات الثقافية ترتنك حق أقوانت لغو ترتميو يا معلومات عامك ساسي كلا نقول حسن الأخلاق أي الغحرية الأنشطة الرياضية والغحرية الطالب المثالي والغحرية المعلومات العامة والغحرية الجوائز التشجيعية المسابقات الثقافية يا المعلومات العامة المعلومات العامة مركا جملة يسبوا لي تدريب ثاني ليس كلابات هاتي واحد لك هذا جمع الكلمات التالية كلمتها صوص عود جمعودي من الناس هذا الكورك صوقات ولقيه ليا ثم استعملها في جمل مفيدة جملويا فائدة لخطر أضغو اسم جمع واحد اسم أسماء بلغو تمعنية اثنين نشاط أنشطة بلغو تمعنية ثلاثة خلق أخلاق بلغو تمعنية أربعة اختبار اختبارات وامتحانات دي بلغو تمعنية خمسة زميل وصاحب أرضي الله صاحب كان مثلا زملاء أي لو تجمعنا يا صاحب هذا كل كا قوانا جملة دمر كا قدر أصوات إما كانوا عدد يكون واقع التوين توين تي قاب خلاص كنا واقعيو تدريب وحوي وليس عشر فرط كفدي إلى الكلمة التي تسمعها ولو كنا واقع كلمة دمر خلاص كنا واقع أذو فرط ساعة واحد حكيما يعني مثل حكمة بدن حكيم من حكمة بدن حكيم من حكمة بدن كل كهرباء وكل ما يهاي مركز البلد وجود ما يهاي مركز استحاب من هوست ما يهاي مركز إسكو عظم معها مركز لغورة وغفر تسع هلا قرط أنا قرنا يسو ستوين تقول واقعش اثنين عليم من علم بدن عليم من علم بدن عليما من علم بدن مركز فرت سار مركز لغورة وغفر ثلاثة عزيز يعني مد أود بدن يشرف بدن لبضبة عزيز عزيزا مركز فرت كفيق كالغلو واقع خلبا ومعلم كله واقع معيك الغلو واقع أربعة غفور إلهي وامد دم دافضا غفور دم دافضا غفورا مركز عميد والبو فرطة كفيق سيل لو قرطو سيلا تومين تدوا قيدة واخرى يسا مركز قرر أدو قرنيسو مركز قرر وانتين مركز واسطو وانتين مركز قدين تهد خمسة معلمة باو رئيس يدو قرر وان معلمة يدو هوسطو وان معلمة ومعلمة ديا مركها فرطة كفيق ومدول بفرطة صار بكرة قلوا واقف سبعة معلمين معلم من معلنا معلما من معلنا معلم مركها تومين تقول واقف مركها دي سفرطة صار بكرة قلوا واقف ملاحظة نحوية واجب إيجيس حاجة نحو ذا من أدوات النصف المضارع واحد ملاحظة سكوصة أبصنت هاي أدوات كي أريادة كربة فعل كمضارع كربة أدرس وعود برو واللاحظ ونفيرسو من الأدوات وحكمل أريادة التي أريادة تنصب الفعل المضارع فعل كمضارع كربة
أن إيه لن لبضى عربوا كمد واحد من صفات الطالب المثالي وحكمت تلمامها أرضك تصارها أن يحافظ على سلاتي إنه سلاتي إلى الشدو وأن يكون حسن الأخلاق إنه نقض قف أخلاق وناكسا وأن يهتم إنه كد داله بالنظافة نظافتي سإلالي يو مدهره مقال كيسا ومقال كيسا مد قرح بدا نقضه وأن يكون محبوبا إنه نقضه مد لقيت عليه أو يتعليهين لدى زملائه ساحبتي سأكتيسا أرضي لقيت عليه وإنه نقضه وأن يحصل على امتياز وأنه درجة سرع في الاختبارات حق امتحان هذا اثنين قال وحيري مركب حظو فرسان سار أن يحافظ فعلك أنبا كربيسا أن يكون أنبا كربيسا أن يهتم أنبا كربيسا أن يكون محبوبا أنبا كربيسا يكون وأن يحصل أنبا كربيسا قال وحيري الابن لأبيه إن انكب أبيه كيري إنه لن يترك وحوشك إنه لن يترك صلاة إنه صلاة كتقين ولن يهمل إنه ديعين وأنه بيلهين دروسه عشر لسو أخر سنة يحفظه ولن يتأخر إنه كهف سامين كهف سامين عن الدراسة وحبرسة دبن أنه قدعين بعد اليوم ما انتكت لن توفرسه لن يترك يترك بيقرده لن يهمل يهمل بيقرده لن يتأخر يتأخر بيقرده يعني لن تأخر بيسا تدريب ضع واحد اكتا خطا حريق مري تحت أداة النصب أريقا يعني وحكرد بي يوغ الفعل المضارع يفعل المضارع با حريق خاص مري واضبطه كوكوب بالشكل حركه كما في المثال الصلاة يجب واجب أن يتوضع إنه ويسيسته المسلم قفك مسلم كي قبل أداء الصلاة انت أنه صلاة تكنين إنه ويسيسته أيها دبا سيدا سوء مرية صالحه إسكو مركا يتوضع أي مرية يضحوري آدات يفعل الكبار مري الله بحرقه وقال يربو مري اثنين لن يدخل النار نار تقلي مايو رجل من النار مقر يقف شهيد بدرا بدر حاضري يقول حديبية حديبية دقالك يديك علي مركا لن تحرق ير مري يدخل وفعل كما سبسينا حرق مري ثلاثة لن تزول كدقاق مايان قدما عبد الدون لبديس قمدود أما لبديس عقود حتى يسأل عن أربع إلى أفر أرمود لويديو لن حريق قابل مري تزول لن حريق خلا مري وفعل كرد وضيئة أربعة من أدرك ركعة قفك رعاك سوق قارة من الصبح سلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس إنتان عاد صبح فقد أدرك الصبح سلاة الصبح وسوق قاري ومن أدرك ركعة قفك رعاك سوق قارة من العصر سلاة عصر قبل أن تغرب الشمس إنتان عاد لعين فقد أدرك العصر عصر كيو أداء أبو تكري وقت هذا صلاة الصباح الجو مركو رك عبد ما يستو رك عبد مركو لما يستو عدد صباح هذا وقت جاذي بتكذي هذا صلاة المغرب عصر صلاة عصر وتكذو أنت مركو رك عبد كذا طيل عضو أصدق حتى ما هو تكذي قلت لك كوجرته وقت جاذي بتكذي قال ماها هذا بقى محيط وجهي إدنا لن تزول وحنو لن تمر تزول أنا مر بينوني قريبا لبعضوا محيط وهو قبل أن تطلع الشمس تطلع أنت حريق مري تطلع أنا حريق مري أن تغرب أنت حريق هوس مري تغرب أنا حريق هوس مري خمسة من أراد قفل الدنيا أن يصوم إنه صومه فلا يتسحر هكو سحورته صنع أهان بشيء وحونا هكو سحورته بيبه أهاته سأصنع واسدا أن يصوم إنه صومه دو قفل الدنيا أن حريق هوس مري وآدات النص يصوم أنا هوس مري وفعل كل نسبي ستة من أحب قفل جعل أن يصدر له في رزقه أرساق دي سنين إلهي أبضيه وأن يسأل له في أثره إن عمره الله يريه فليسر رحمه حكتري ساحر إليه أن يبسط أنت هوس مري حريق يبسطنا واحد هوس مري سا إذا حريق وفعل كل نسبي وأن طلبات حريق هوس مري وأداة النسبة أن ينسأنا وفعل كل نسبي حريق هوس مري سبعة لن يفلح الليبان مايان قوم ددم الليبانان بنا بقول ولو أمرهم تلدو دو ديبي امرأة قبل لن حريق خاص مري يفلحنا وفعل النسبية يدن حريق خاص مري ثمانية من استطاع منكم قفك كريك رؤيتك يدن كم إذا أن ينفع أخاه ولالك ينفعه فلينفعه حوتر قفك ولالك مسلم كاو حتر كريا حوتر أجر بها وكري أن حريق خاص مري ينفعنا حريق خاص مري وفعل كل النسبية تسعة طلب العلم من الطالب طلب عفوا طلب وحو كعو المعلم ومعلمكو
من الطالب أرضيك أن يكتب الدرس إنه عشر كقرو كعصر عشر كقربور معلم أرضيك بكوري أن حريق خاصمري يكتب أنا واحد خاصمري صح حريق وفعل نسبي عشر أمر الطبيب وحفر الدكتورك المريض قف في حنوسري أن يتناول الدواء إنه دواء قاطه سن دام سنة وقاطه هذا واحد يشاء أن حريق خاصمري يتناول وفعل نسبي هنا حريق خاصمري فهم المسموع إما كان واحد ويف وحيل دقيستي إن لفهمه استمع دقيسو إلى النص هذا الكدقيسو عشرة كتبا كتبا ثم اختر الجواب جوابتك حرو أو كدورو أصحيح صحب أدورو لوضع دائرة واحد كدوران كرتا إن أتقوب أجلسو حول الحرف المناسب حرف كميسو كوهبون جوابتك كوهبون حرف المناسب قوب أجلي واحد بنت الشاب تي منك ليلة هذا إن أنتيسو أستاذة ومعلمة في المرحلة واحد معلمتك تهيركا ألف الجامعية أو جامعة معلمتك تهي باء ثانوية سنكدر معلمتك تهي جيم المتوسطة دوسك لحي كتهي معلمت واحد كتوابي كرتا مركز عشرة دقيسته اثنين حصلت واحد هالشي على شهادة العامة شهادة السرع أي شهادة الجود أي قادتي وعك قادتي من الكل من كليتي في القاهرة كلية كنت على القاهرة أي كقادتي وبهذا مرك قادنا الشريعة اللغة العربية الآداب مرك هذا نسا واحد كقادتي من كلية الشريعة أما من كلية اللغة العربية أما من كلية الآداب تأيت هاي جو بقى لحرفك أما ألفك أما باء أما جيمك جور ما تقرني سا مرك أسرد أسرد كده جيسته أيات قرن كرتها ثلاثة من الخطب وحكم ذا خطبه التي كتبها كتبها خطبها إن أنت قرت بنت الشاطئ إلى هذا وحكم ذا كهذا شيء زوجات النبي حاسس كن النبي نساء النبي الدمر كن النبي أولاد النبي عروت النبي أي كتب كقرتي وكتاب قرتوا قوة كهله يشره واحد جو بقى لألفك أما باء أما جيمك مرك ده يستاد قرن دون تا سرد يعجرد أربعة الجائزة الجائزة ده أي أبال مرنتها التي حصلت جائزة هالشيء عليها جائزة هالشيء عليها جائزة في مصر أي كه هالشيء مصر مالك تشوقتي يوحى جائزة الدولة للآداب جائزة الدولة بحسو ألف جائزة الدولة للآداب آداب هي أقوم تآداب تلقو بحيو أما جائزة الدولة التقديرية للآداب واحد مها جائزة لغو بحيو حاجة آلاف إيه تقدير يقدر انت يقيمين تقفك الآداء أو قول لكوها شيء إيه مركة واحد علامات قلين كرتا مركة أبدأ جيستو إيه شريط كاما عشرد خمسة حصلت واحد شيء على جائزة الآداء واحد كيها شيء إن انتازي من الكويت ذلك الكويت بيها كيها شيء عام 1978 كون سغال بغليس تيتو باطنكي عام 1994 كون سغال بغليا فريس غاشنكي عام 1988 كون سغال بغليس تي ستيتنكي كأي تهي مركة العشرة دقيسته أياد قلين دونتا تكلم هذا نعم كنوه هذا البالغ تدريب أول ليس كوباد رتب صفات الطالب المثالي واحد ديبوها بيسا تلمامها أولي أرضيقا تصارها يهرموتك وأرضيدا بحسب الأهمية سيدة أوكال المهم سيهين أدو إيقيا في رأيك أدو صاد قبطو نشاط ثنائي وحوهي و ما أرتي شقاء قبني على بطن على بأرضي مثلا واحد أحمق نوقري أن ينشد أن يشارك أنه كقايب قلو في الأنشدة الرياضية ما أرتي عيارها أنه كقايب قلو أرضي أي يكون قنية أرضي تصارع أن يكون حسن الأخلاق إنه أخلاق مناسيب يكون قنية أن يحصل على امتياز في الاختبار إنه قلت سرقوا باصو امتحان كأي يكون قنية أن يكون محبوبا إنه نقضو مثل تعالي لدى زملائي ومدرسيه أي تعاليهين أرضيه إيو معلمين تبا أي يكون قنية أن يهتم بالنظافته إنه كده دارا نظافته سوى مظهره موقال كيسا وقرح بضا أي يكون قنية ويكون قنية أن يحافظ على سلاتين وصلاة إلاليه ويكون قنية أن يشارك في المسابقات الثقافية إنه كقا يبقى له مسابقات حق أقوان طلوة ترتميه سينوك الوريزين كرامركا وعن أهريزين أن أهمية دليل بين يوجي ناية أن يحافظ على ثلاثة من أهريزينه وأنه صلاة إلى عليه وعن كوحك سنين أن يكون حسن الأخلاق وأنه أخلاق وناكسين يحي إنه كوحك سنين وعن مركب كوحك سنين أن يكون وإنه نقضى محبوبا لدى زملائه ومدرسيه إنه يتعليه من مركب كوحك سنين وعن مركب كوحك سنين أن يحصل على امتياز في الاختبار وأنه درجة سرقه باسا وعن كوحك سنين كرامركا
أن يشارك إنه كقريب قاطه في المسابقات في المسابقات الثقافية يعني ترتمر حق أقونت وحلوش شيء حسين كرا أن يهتم بالنظافة ومنذره إنه كده ده على النظافة دي سيم وقال كيس وقروح بدن وحن مركب كل حسين إنه أو قط ضمبين كرا أن يشارك في الأنشطة الرياضية وأنه كقريب قاطه ترتمر حق عياره تدريب ثاني كان هو الله يسكت لبعض قم واحد قبطها مع زملائك هذه صاحب ضاء باختيار الطالب إن باختيار الطالب المثالي إن صوح ولطان أرضك تصالح أرضي دواء في الصف صفك هي أرضي دواء نشاط الفريق قوح باش قدر مركا صوض حوليسا قوف قولي ما قبني مركا وحولي واحد تجولوا تحمر وكل حوريك في الصف أرضي دواء كل حوريك وابحثوا صوبارا عن طالب أرضي فيه إساق أي كترتو الصفة الأولى تلمان تكوبال لي ورطة صوبة أربعة مركو هري ومثلا كم إذا صلاة إلالية تكوبال لي متاكر إغنو اثنين تجولوا في الصف حدنا الصف هي أرضي الأحمر وابحثوا صوبة أربعة عن طالب أرضي فيه أي كسو قنطاي الصفة ثانية صفة أما تلمان تلبات ومثلا أن يكون حسن الأخلاق تبعضوا ناكسن ثلاثة استمروا شوكتية ووضع شقضها حتى تجدوا إلى صوهشان ثلاثة الطلاب سردح أردئنا صوهشان قل كهركو دادالة أو لديهم جميع الصفات رمان تلمامه هوردان لأ سردح كصوحولة أربعة اختاروا كدورتا طالبا واحدا هل أردئ من الثلاثة تسدح دي كأسر ريحة نقاطة خمسة أعلنوا كل واقع اسم الطالب أردئ مقعي سمركا كل واقع المثالية تصالها هو هبل لها هبل 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 با أرد نقضي أرضي قلقوا الضيان أيو أرضي قلقوا قيمها بضن ستة أعطوا الطالبة أرضي قلقوا حتى سنقولك المثالية تصالها النقضي جائزة أبار مرنسية وصادي بأنه أقول لهم يسترى وقابك الله صوحوا ليو ملكوا رأي سفوين كسوا ضبارة ستح عرضي صوحوا الرؤية وصدح سفوين قلنا لقيها لي ستح جيسيك الحشة مدة بيدنا قاطة هدنا مقعيسة أرضي قلقوا شيء وقلوا واقع هدنا جائزة سيئة والله أعلم بالثواب وبالله توفيق.